أنا عندي يعني 3 نقاط أو 4 نقاط صغار بحب يعني إني أحكي فيهم. النقطة الأولى، أنا رأيي إنه دائما ظروف التفاوض، لأنه التفاوض هو محاولة وصول لاتفاق وليس مجرد صورة تذكارية على طريقة ما مر من 10 شهور حتى الآن. ظروف التفاوض التي كانت ب6 أيار لما قبلت حماس العرض التفاوضي اللي كتبه ويليام بيرنز يعني بإيده، وثم ب31 أيار لما قدم بايدن مبادرته، كانت أفضل بكثير من الآن. ليش؟ لأن ظروف التفاوض والوصول لاتفاق تشترط قراءة متقاربة لموازين القوى. وقتها كان في قراءة بإسرائيل بتقول نحن عم نخسر، كان في قراءة أنه ما بقى في جدوى من العمل العسكري، كان في قراءة بتقول نتنياهو مخدنا على المهوار وخلص، خلي يخلصنا ويروح يقبل ويمشي بالاتفاق. مع قراءة لدى قوى المقاومة بأنها هي المتفوقة وأنها أفشلت الحرب على غزة وأنها خلقت مشاكل إضافية لا تستطيع حكومة نتنياهو حلها، ولا الأمريكي بمساندته قدر يساعد بحلها، لا بالبحر الأحمر قدر يأمن السفن، ولا على حدود لبنان قدر يأمن عودة المستوطنين. وبالتالي كان في قراءة تقريبا متقاربة أن قوى المقاومة ربحت الجولة وأن الحل هو باتفاق تسلم فيه إسرائيل لقوى المقاومة بحد من التنازلات. هون كان الأخذ والعطاء شو نسبة التنازلات. اليوم القراءة متعاكسة لموازين القوى، اليوم نتنياهو يعتبر أنه هو المتفوق وأنه هو عمل ضربات خرقت الخطوط الحمراء، وأنه الآن الحشود الأمريكية تسمح له بأن يفاوض من موقع اقتدار لأنه قادر على تهديد عمق إيران وحزب الله وسائر أطراف المقاومة. فالقراءة متعاكسة يعني، والمقاومة مش مسلمة بأن انهزمت، ولا مع يحيى السنوار يعني كمان في رمزية انتخاب يحيى السنوار على رأس حماس لا يسمح أيضا بالتصرف من قبل المقاومة بلغة بين هلالين معتدلة يعني منهزمة. وبالتالي إذا في قراءتين متعاكستين تماما لموازين القوى وبالتالي للمطالب، وهذا يعني أن المفاوضات هي استعراض سياسي أمريكي له وظيفة تتصل بالرد وليس بشيء آخر. هو محاولة لخلق رأي عام يقول كنا عشية الوصول إلى اتفاق والذي خربه إيران وحزب الله وقوى المقاومة لأنه قلبوا الطاولة، هلا من بعد بده يقنع نتنياهو أن يجي على المفاوضات، هلا رايحين على المواجهة. وبالتالي إذا خلي نشيل من الحساب كيف يتم التعامل تكتيكيا مع المفاوضات. بالعكس، أي شيء بتلاقيه المقاومة بغزة مناسب نحن معها يعني، وخصوصا هي بقيادة السنوار يعني، هذا سبب إضافي. لكن بالمبدأ كل محور المقاومة عم بيقول هذا الكلام، أنه موضوع اتفاق في غزة هذا موضوع بتفاوض عليه المقاومة، هي بتقدر إذا هذه الدعوة جديرة بالتلبية غير جديرة، بتطلب ضمانات قبل، بتطرح أسئلة، بتأخذ أجوبة عليها إلى آخره. المجازر، التجويع، هل تشكل أسباب كافية للقول لن نذهب أو سنذهب ونحاول، هذا موضوع لا يقدم ولا يؤخر من الخلاصة لا إمكانية للوصول لاتفاق. بتوقت قوى المقاومة إذا راحت المقاومة في غزة على المفاوضات، بتوقت على توقيتها لتكسب معنويا من فشل المفاوضات سبب إضافي لتكون الضربة لإنضاج الكيان للقبول بالشروط، أو تستبقها لتجعل المفاوضات تتم تحت النار، كمان هذا أمر تكتيكي يعني. لكن إذا الأولى ما في ظروف اتفاق بسبب موازين القوى، القراءة المتعاكسة لموازين القوى بعد الذي جرى من قبل الكيان، فإذا لابد من تعديل موازين القوى، وهذا اللي عم بيحاولوا يعملوه الطرفين. الإسرائيلي راع على الضربات وجاي الأمريكي معه ليعدل موازين القوى. محور المقاومة معني بأن يعدل بصورة معاكسة، وهو الموضوع ما له علاقة بالشرف والكرامة فقط، وما له علاقة بأنه المصداقية فقط، له علاقة شو بتشتغل بالمنطقة أنت إذا اليد الإسرائيلية هي العليا. يعني أنه كل هالبناء اللي على مدى 4 5 عقود من القوة ومن الاقتدار ورفض الخيار التفاوضي والاستسلام والانهزام والاعتراف بالكيان، يعني قوى المقاومة وإيران وجوديا معنية بأن جزء من برنامجها أن تثقف الأمة وأن تثقف شعوب الأمة بأن خيار المقاومة هو الخيار الذي يصنع والذي يحقق الأهداف والذي يحقق التقدم، ما عنده مجال نهائيا أن تتردد وأن تتراجع، وهي ليست في بوارد وبالمعلومات يعني، هي في دائرة
عملياتية لها صلة في الإعداد والاستعداد لطبيعة الرد والرد على الرد وأخذ الفرضيات والاحتمالات من زاوية عملية وليس من زاوية سياسية. مش إنه شو بده يكون الرد لنقرر من رد ولا لا، شو بده يكون الرد على الرد لنهيئ من هلأ كيف نتعامل معه ونحتويه وتكون قدرتنا على المواصلة. النقطة الثالثة اللي بدي أقولها انه فائض القيمة بمحور المقاومة اليوم مع أهمية إيران، وبعرف أهمية إيران، لكن أنا رأيي هو حزب الله لثلاث أسباب، وبرأيي هذا مصدر الإرباك الذي يعيشه الأمريكي والإسرائيلي. السبب الأول انه حزب الله بسبب قرب المسافة ما في إمكانية للأمريكي يقدر يعمل شيء مع الصواريخ والطائرات المسيرة، ولا الإسرائيلي التجهيزات اللي عنده هي ذات اللي جاي فيها الأمريكي. شو بده يقدم الامريكي مع طائرات عنده عم يطلع يتعامل مع الطائرات المسيره والصواريخ بالطيران الحربي، وعم يطلع يتعامل معها بالقبه الحديديه، وعم يطلع يتعامل معها حتى بالرشاشات المضاده للطائرات، ما مش عم يقدر يعني. فكيف اذا ما عندنا بانه 8 و9 طائرات اللي هو اكبر رقم شارك فيه حزب الله بسرب طائرات انقضاضيه، اذا رحنا على ال 100 وال 200 وال 300 والذا شو كل يعني. انا بقول انه الرادارات راح تفرقع يعني، مش قادر اتعامل مع هذا الهطل المطري من الصواريخ والطائرات المسيره من مكان غير قابل من زاويه الوقت لمنح الفرصه من اجل الاستعداد يعني. وبالتالي الرد الناري عم بحكي لحزب الله أفعل من الرد الناري لإيران، رغم امتلاك إيران مقدرات أضخم بكثير، وهذا بسبب قرب المسافة. قرب المسافة يعطل إمكانية التدخل الأمريكي، عدم وجود أمريكا في الوسط، أمريكا قاعدة هلأ بالأردن، قاعدة بالخليج، قاعدة بالبحر الأحمر، وكل مناطق تساعد في التعامل مع ما يطلق من إيران. وانه اذا بده 15 و16 دقيقه الصاروخ الفرط صوتي ليوصل على فلسطين المحتله، ما يوازيه ما يعادله بده 15 16 ثانيه من جنوب لبنان، وبالتالي الامر مختلف جذريا. هذا واحد. اثنين، الجهوزيه القتاليه السياسيه عم بحكي، البيئه الحاضنه، تجارب الوقوف على خط النار، تاريخيه الاشتباك ومصيريته، انه ايران عندها كثير من الأشياء التي عليها أن تحسبها بوضعها الداخلي، باقتصادها، بنفطها، بغازها، بمنشآتها، بملفها النووي. حزب الله ما هو موجود لها المقاومة يعني، هو أحادي النظر بقياس المترتبات، والسمت الوحيد اللي بيتحرك على أساسه هو ميزان القوة بينه وبين كيان الاحتلال. فهو مهيأ يعني نفسيا، وحوله بيئته الحاضنة مهيئة، لأن العنوان الأوحد الذي يحكم أداؤه هو لمن اليد العليا في هذه المعادلة. هذا عامل ثاني مهم جدا يعني، ما عنده حسابات علاقات دولية، ما عنده حساب كيف يكون الانعكاس على الأسواق، كيف يكون الانعكاس على البورصة، على سعر العملة يعني. إيران معنية لأنه دولة مسؤولة عن شعبها وعن اقتصاداتها وعن حتى بنيتها السياسية نفسها، في سقف معين يمكن أن تجاري فيه قرار الذهاب بعيدا، لكن في سقف آخر أنه لا، خلينا نبني على الرد والرد ونبني عليه. حزب الله يده مطلقة. العامل الثالث برأيي هو الأهم، أي خروج عن معادلة المواجهة التقليدية بأسلحة مختلفة، نووي أو غير نووي، تكتيكي أو غير تكتيكي، يضع قضية العبور على الطاولة فورا. وما في بمعادلة الحرب البرية، ما بعتقد حدا عنده نقاش لا بأمريكا ولا بإسرائيل بأن اليد العليا هي لحزب الله، وأنه عندما يقرر حزب الله العبور هو قادر يوصل على الناصرة ويصير بجنين، مش بس الجولان ومزارع شبعة ونهاريا وحيفا، تخبز بالفراح معناتها انكسرت الأمور وقلبت الطاولة وذهبنا إلى مكان آخر. وبالبنية الخاصة بالعبور هي بنية جاهزة وموجودة، بدها تتدمر بيروت أكيد يعني، الإسرائيلي عنده هي نقطة التفوق التي سيحاول أن يلعب بها، لكن إذا راحوا على اللعبة الكبرى فهي واحدة من عناصر التفوق غير القابلة للمجارات في اللعبة الكبرى، واللي برأيي أنه الأمريكي والإسرائيلي مضطرين يأخذوها بالاعتبار. هاي ما إلى دواء، هاي ما إلى دواء. وبالتالي بهذا المعنى هذا عامل ردع استثنائي في وضع ضوابط للمعركة. لكن أنا بدي أقول التالي في الختام، أنا رأيي خطاب نتنياهو لازم نرجع نقرأه. كتار تعاملوا مع خطاب نتنياهو في اليوم الأول
بصفته مجرد يعني خطاب هو مبني على الأكاذيب صحيح، لكن شيلوا الأكاذيب على جنب، اللي له علاقة بالجيش الشريف اللي ما بيرتكب مجازر، واللي له علاقة ب 7 أكتوبر يوم مجيد للبطولة، يعني غير الكذبة ال 4000 سنة عن من عمر إسرائيل، لا تقعوا على هول. لكن إذا حطينا هول على جنب، الخطاب فيه 3 نقاط. النقطة الأولى أنه هي حرب وجود، النقطة الثانية وجود إلنا وإلكم، أمريكا وإسرائيل ما عندهم مجال أنهم يخسروا هذه الحرب. النقطة الثالثة معركتنا مع إيران. أنا رأيي هذا جدول أعمال سياسي، وهذا جدول أعمال سياسي أمريكي إسرائيلي، وعلى أساسه جاء نتنياهو يعني قتل فتية مجدل شمس، بني عليها خطاب الانتقام، قال الأمريكيون هذا دفاع عن النفس، أعطوه المعطيات والمعلومات لعمليات الاغتيال ونسقوها معه، تمت. والآن تجري محاولة تفريغ الرد من مضمونه من خلال الإيحاء بأن هناك اتفاق على الطاولة. لكن أنا رأيي في نهاية المطاف، الأمريكي حسب اعتقادي أنا لا يدخل برؤية متكاملة للحلقات المتسلسلة، هو الآن يعني يخوض معركه على طريقة المياومة، نبدأ المعركة ثم نرى. وهي نظرية قديمة يعني عند الجيوش الغربية، أنه خلينا نروح أول جولة ربحناها مع نتنياهو، هلا بدنا يردوا، فلنحشد أفضل ما عندنا لمنع الرد. ونحن تغطينا أمام الرأي العام الأمريكي، وتغطينا حتى مع محور المقاومة بأنه نحن سنحاول ما باستطاعتنا لنمنع هذا الرد من أن يلحق أذى كبيرا بكيان الاحتلال، لنرى ما هو حجم الأذى الذي سيلحقه. يعني كلها الآن دائرة التخمين، أنه راح تبعت إيران 200 مسيرة و500 صاروخ، لا 50 ب50 ومراهنة أنه من نوع آخر، ما حدا بيعرف شو اللي حيوصل منها، شو حيعمل داخل الكيان. يعني هاي اللحظة الاشتباكية ننتظرها، هذا هو لسان حال الأمريكي، ونبني على النتيجة ماذا يجب أن تكون عليه الخطوة التي تلي. مش صحيح الأمريكي جاي وعنده رؤية متكاملة أنه رد وثم رد على الرد لا، أنا رأيي مش هيك. أنا رأيي الأمريكي الآن ربحنا أول جولة عسكريا، ربحنا أول جولة سياسيا بالبيان الذي يدعو للمفاوضات، وضعنا محور المقاومة في حرج عسكري وفي حرج سياسي. كيف بده يطلع من الحرج السياسي؟ خلينا نشوف. ليش مستعجلين؟ شو بدها تقول حماس؟ ما بدي يجي على المفاوضات؟ نعمل الخطوة اللي عليها، منحملها مسؤولية أنها هي التي عطلت فرصة الوصول، كنا ضاغطين على نتنياهو وجايبينه من رقبته، وكان جون كيربي عم بيقول إنه مش سموتريتش، هذا كلام سخيف، وأمريكا محاملة حملتها على نتنياهو. ليكو شو عملت حماس؟ هذه قيادة يحيى السنوار شو جابت؟ إجت على المفاوضات وقعدت بالمفاوضات، واضطر نتنياهو يكشف وراءه وتسلحت بهذه الأوراق، وقالت أنه فرطت المفاوضات لأنه نتنياهو لا يريد الوصول إلى اتفاق نبني عليها خطوة لاحقة. شو بنعمل بالخطاب السياسي؟ إجا الرد، قبل منقول خرب الاتفاق، بعد فشل المفاوضات شو بنشوف؟ شو حجمه، شو حجم الأذى الذي ألحقه، ونبني على حجم الأذى إذا بينعمل رد والله ما بينعمل رد. فأنا رأيي أننا نحن الآن معنيون، إذا أولا أن نثق، هذا أهم شيء، بأن الضربة الأخيرة إذا ذهبت الأمور إلى أعلى مراتب التصعيد هي عندنا، وهي ضربة العبور أيا كان حجم التصعيد. هذا واحد، نكون واثقين من هاي. وبالتالي شو بيدون أوراق احتياط؟ نووي، عندنا العبور، والنووي يعني طبعا إيران قادرة على أن تعرف كيف تحمي نفسها، وهي وروسيا، لأن روسيا معنية باستخدام نووي ضد دولة، مش عم نحكي هون يعني لعبة صغيرة، ودولة حليفة، وكيف تساعدها في الدفاع وفي الرد وفي هذا موضوع تاني. لكن على لبنان ما فيهم يعملوا نووي، ومع لبنان ما فيهم يصدوا العبور، ومع لبنان ما فيهم يصدوا الصواريخ. وبالتالي في ضربة الرد على الأقل أن الذي سيذهب من لبنان سيصل، والقدرة على تعطيله 5 6 10%، إذا بيقدروا يعطلوا 50 و60، ما سيأتي من إيران ما فيهم يعطلوا أكثر من 5 و10% من لبنان. وعندما يصل إلى أهدافه سيكون مؤلما وموجعا. وذهبوا إلى الرد من خارج التقليد المقبول، العبور آت. فإذا لازم نكون ساندين ظهرنا على جبل،
له علاقة بأن نعم قال نتنياهو كلاما صحيحا، هذه معركة وجودية وعندنا هي معركة وجودية، وعنده بتستاهل انه يروح على المغامرة، وعندنا بتستاهل يروح على الجنون مثل ما بيقول يحيى السنوار. وبالتالي نحن في هذه اللحظة، قرار المقاومة نهائي لا رجعة فيه، الإعداد والاستعداد والتجهيز على قدم وساق لضربة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ولتصدي ولكل ما يمكن أن يكون مطروحا على الطاولة. ولكن في نهاية المطاف نحن أصحاب اليد العليا والطلقة الأخيرة في هذه المواجهة، وهي طلقة العبور التي ستقلب كل معادلات المنطقة، والتي الأمريكي والإسرائيلي معنيان بأن يحسباها وأن يعلما سلفا أن خسارتها محققة ومؤكدة. الأمر الثاني أنه نبدأ أن يعني بالخطاب الإعلامي كل محاولات التشكيك والتهوين أنه ما بدهم وخيفانين ولا إسرائيل وعملت وسوت، وهذا ما تجادلوا، أنا رأيي ما تجادلوا، قولوا يضحك كثيرا من يضحك أخيرا، بتراهن عم بيقول ما في رد، بتراهن يا خيي في رد بس رد ضعيف، بتراهن يا خيي في رد قوي بس رح يردوا عليه ومش رح ترد عليه إيران وقوى المقاومة، بتراهن. هلا سمحت السيد بيقول نحن ما فينا نراهن، أنا معلش سامح لحالي راهن، أنا رأيي في ناس ما في حل معه إلا هيك، الرد قادم وشقه اللبناني سيصل وسيكون، وأنا بعتقد أنه رح يكون هو الثقل، يعني برأيي إيران معنية طبعا وسترد ردا ناريا قويا، لكن عم أقول الرد اللبناني ما له دواء عند الأمريكي والإسرائيلي، لا الأمريكي فيه يتدخل فيه والإسرائيلي عامل كل اللي قادر يعمله مش طالع من أمروش، ما هو مش إنه مدخر أشكال من التعامل وهلأ بده يظهرها، هو ما فلق حاله بالشمال لا يقدر يأمن حماية للثكنات للمواقع للمستوطنات للمصانع، ما في إلا والكف برقبته متر. وبالتالي نحن معنيون بأن نهيئ الساحة الشعبية الرأي العام لدى أولا للثقة بأن ما ستتخذه المقاومة في غزة تجاه مبدأ التفاوض هو في مكانه أيا كان، مشاركة غير مشاركة، هذا أن يعني نحمي ظهر المقاومة في قرارها، أن نؤكد على أن الرد قادم وأنه رد بحجم التحدي، وأن المقاومة مستعدة وجاهزة للتعامل مع التبعات والتداعيات، ولديها في نهاية المطاف ورقة رابحة لا يملك مثلها لا الأمريكي ولا الإسرائيلي، وهي ورقة العبور.